ننتقل إلى نتائج فرقنا العربية في دوري أبطال إفريقيا ضمن الجولة الثانية في دوري المجموعات، حيث تعرض النادي الإفريقي التونسي لأكبر خسارة من مازيمبي الكونغولي بثمانية أهداف دون رد، وتغلب الوداد البيضاوي على لوبي ستار النيجيري بهدف. التعادل حسم لقاء شبيبة الثورة الجزائري مع فيتا كلوب الكونغولي، وكذلك تعادل الترجي التونسي مع أورلاندو الجنوب أفريقي، وسجل الأهلي المصري انتصاراً كبيراً على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة.